التحولات الرئيسية. وللمزيد عن تطورات الأسواق العالمية معنا من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في أدي أس سيكيورتيز نور الدين الحموري. أهلا بك نور الدين. نور الدين، لاحظنا اليوم بيانات صينية سلبية كانت قد أثرت على أسعار النفط، لكن يعود النفط للارتفاع على خلفية تصريحات بعض المسؤولين من التفاؤل بأوبك لتخفيض الإنتاج. ما رأيك نور؟ نعم، هذه التعليقات على الأقل بدأت تشير نوعا ما إلى نوع من الفلكسبيليتي أو نوع من المرونة قد يكون بدأ من أعضاء أوبك، لأنه كان لدينا تصريحات من العراق، تصريحات من الكويت أيضا، وحتى تصريحات من روسيا بأنه قد تكون هناك نوع من الفلكسبيليتي أو نوع من المرونة بأن يتم هناك بداية في خفض الإنتاج، سواء كان هناك في اجتماع جديد أو اجتماع طارئ سيتم، أو أن يكون هناك حتى الاجتماع المقبل الذي هو من المتوقع أن يعقد في يونيو الماضي. لذلك اليوم هذا الشيء الذي أعطى أولا، بالرغم من انخفاض الأسواق الصينية، لأنه الأسواق الأوروبية وحتى الأسواق الأمريكية عادت الارتفاع مع عودة ارتفاع أسعار النفط، هذا الشيء إلى الآن يعتبر مشجع، لكن ننتظر هل بالفعل سيكون هناك لدينا تخفيض أم لا. نعم نور، ما هو السبب في عودة الأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية للارتفاع اليوم؟ نعم، لأنه خلال فترة تداولات الأسوية شهدنا انخفاض النفط دون مستويات ال 30 دولار، برنت وخام غرب تكساس وصلنا إلى حوالي أعتاب مستويات 23-20 سنت تقريبا، ومن ثم بدأنا نشهد هذه التصريحات خلال الفترة الأوروبية عادت بالأسعار، يعني حتى أنه المؤشرات الأوروبية كانت تخسر حوالي 1.5% في بداية الجلسة، لكن بمجرد ما بدأت التصريحات وكان لها الأثر الإيجابي على النفط عادت شهدت المخاطرة للارتفاع بعد تخفيف نوعا ما وطأة التخوف في الأسواق بسبب أنه من الممكن أن يكون هناك لدينا خفض في الانتاج قريبا، وهذا على اثر هذا الاساس نشهد الان مره اخرى عوده الارتفاع في كل المؤشرات بما فيها حتى الفيوتشرز او العقود الاجل للاسواق الصينيه ترتفع بواقع 20 النقطه المئويه. لكن لاحظنا كذلك نور الدين المستثمرين يتجهون للين الياباني، هل هو الملاذ الامن للمستثمرين في هذه الفتره بالنسبه لاسواق العملات؟ نعم، نحن في يوم 17 ديسمبر من العام الماضي ذكرنا للجميع أنه من المهم أو نفضل الابتعاد عن الأسواق باستثناء شراء الين الياباني، عندما كان في ذلك الوقت الدولار مقابل الين عند مستويات 122.80 شهدنا انخفاضات إلى حوالي 15.98، أي بحوالي انخفاض بواقع 5% على الأقل. هذا الشيء شهدنا نوع من كانت لدينا إشارات أكبر بأنه الاقتصاد الياباني على الرغم من هناك ضعف بعض الأرقام إلا أنه كان لدينا 7 أقاليم أعطتنا أرقام إيجابية، وحتى أنه الاجتماع مقبل لا نتوقع أن يكون لدينا أي نوع من التيسير الكمي. الين الياباني بما فيها أيضا الملاذات الآمنة بما فيها الذهب والفضة جميعها كانت تحت نوعا ما أو وطأت أن يكون هناك لدينا المزيد من الارتفاعات فيها. نعم، ماذا عن الذهب؟ تحدثت عن الذهب، الذهب يرتفع قبل اجتماع الفيدرالي بيوم، هل تتوقع أن يستمر الذهب في الارتفاع وسط هذه الأجواء؟ في ظل وجود الأجواء المشحونة نوعا ما في الأسواق وهذا الشيء أو الأسواق الهشة قد تكون والتي تتفاعل بشكل سلبي مع أي خبر سلبي يأتي للأسواق العالمية أو للاقتصاد العالمي، هذا الشيء الذي لا زال يبقي أيضا مرة أخرى الارتفاعات واضحة بالنسبة للفضة والذهب. الشيء المهم أيضا أنه الفضة والذهب هما الميتلز الوحيدة أو المعادن الوحيدة التي ترتفع على مدار العام الجاري، الذهب يسجل أكثر من 5% منذ بداية العام، أيضا الفضة أكثر من حوالي 4%، خصوصا حتى أنه مع انخفاض بالرغم من ارتفاع عفوا الدولار اليوم امام معظم العملات، الا انه الذهب لا زال ايضا مرتفع وحتى ايضا الفضه كلاهما يضيفان حوالي 19 النقطه المئويه للان. لذلك طالما هذا الجو المشحون سيكون في الاسواق سيكون لدينا شفت او سيكون لدينا نوعا ما اتجاه نحو الملاذات الامنه بشكل اكبر. نعم، كنت معنا من ابو ظبي كبير استراتيجي الاسواق في ADS Securities نور الدين الحموري، شكرا جزيلا لك. هذه كانت اخر اخبار المال والاعمال لهذه الساعه، اما الان